هنكمل الشرح بتاعنا ان شاء الله النهارده، هنكمل الشرح بتاعنا ان شاء الله. لو انتوا فاكرين امبارح كنا اتكلمنا عن او خلصنا تقريبا كده الايه موضوعين من اغلس المواضيع اللي انا بشوفها في التراك ده كله على بعضه، يمكن يكونوا اغلس موضوعين اجمالا في التراك كله على بعضه كده من اوله لاخره. خلاص، موضوع النتورك وموضوع الجراب او البوت لودر. الجراب سهل جدا، بس مشكلته ان احنا كنا اضطرينا نقسمه على جزئين عشان او تحديدا اضطرينا نعمل كده موضوع النتورك كمان. ليه؟ عشان موضوع الانترفيس نيمز، فاضطرينا ناخد جزء من الجراب وبعد كده رجعنا نكمله مره تانية بعدها. المهم الحمد لله خلصنا النتورك مانجر وبدانا كمان نتكلم في ايه، في النتورك سيرفيس العاديه، تمام كده، وجربنا وشغلناها امبارح مره واتنين والدنيا كانت تمام جدا معانا. طيب ايه الموضوع الجديد اللي هنتكلم فيه النهارده؟ فاكرين من زمان قوي 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 من اول التراك خالص لما كنا بنتكلم على موضوع ها الشل عندك او التيرمينال، ها حد فاكر؟ فاكر لما اتكلمنا خالص على موضوع التيرمينال والاكسس للماشين، لما يقولنا عندك يا اما ممكن تاكس الماشين فيزيكلي، لو انت هتاكسها فيزيكلي عن طريق كيبورد عندك والكيبورد معاك كيبورد ومونيتور وبتاكسس بكابل واصل مباشره بالمكنه دي، فانت بيكون عندك اكسس بيكون اسمه حاجه اسمها تي تي واي. يا دين النبي من زمان قوي صح، حاسس ان هي بقى لها عمر. طيب واتكلمنا كمان انت ممكن تكون بتاكسس الماشين ريموتلي عن طريق اي بروتوكول زي التلنت مثلا وزي الاس اس اتش وزي الريموت شيل وزي الار لوجن، في بروتوكولز كتيره جدا موجوده يعني. خلاص، منها اللي شغاله كوماند لاين بس ومنها اللي شغاله جرافيكال يوزر انترفيس كمان، زي مثلا بروتوكولز تانية موجوده زي الار دي بي وزي الفي ان سي وغيرهم كتير كمان موجودين. طيب كلام جميل حلو جدا. النهارده بقى عايزين نتكلم بقى على الشل بشكل اعم. خلاص، قبل ما نفتح الموضوع ده في موضوع لازم اقول لك عليه بقى، يعني اعتقد ان احنا كده يعني دوسنا حبه حلوين قوي 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 يعني يسمحوا لنا ان احنا نفتح الموضوع ده. الموضوع ده المفروض ان هو بيتاخد دايما في اول تراك في اليوم الاول او الثاني او الثالث. ايه الموضوع ده؟ الموضوع ده يا سيدي اللي هو ازاي تساعد نفسك بنفسك على السيستم. وانا كنت متكتف معاكم بقالي من اول ما بدات الكورس لحد النهارده، متكتف حرفيا، لان احيانا ببقى عايز افتح كده بسرعه اشوف الهلب كده، ها الكونفيجريشن ده بيتكتب ازاي او الامر ده بيتكتب ازاي، بس كنت مقيد لان انا ايه لسه ما دكوش الموضوع ده، وانا كنت متعمد ان انا اخر الموضوع ده لحد ما نكون استخدمنا كميه كبيره جدا من الاوامر عندنا. يعني انا كنت عايز باكبر قدر ممكن استخدم كميه اوامر كتيره جدا عشان تبقى تحس بفائدته واهميته. خلاص كده، وان انا اوقعكم في مشاكل مثلا امر زي روت مثلا، اوقعك في مشكله مش عارف اكتب الامر، طب ينفع اروح للهلب كده اشوف الامر بيتكتب ازاي وارجع اطبق الامر ده؟ خلاص، فانا كنت بتعمد دايما اوقعك في مشاكل عشان دماغك كده تبدا تدور وتلف. اي يا عم، طب انا هقعد اعذب نفسي كده كل شويه؟ هو انا كل ما اعرفش السنتاكس بتاع امر هروح رايح لعمك جوجل ده اساله وبعد كده اجيب حد عمل الله اعلم اللي كاتب عن ده كاتب صح ولا كاتب غلط ولا ايه بالظبط؟ فالنهارده بقى عايزين نتكلم على ايه؟ على الموضوع ده بقى باستفاضه كده. تعال نتكلم كده، انت دورك كسيستم ادمن ان انت تمانج السيستم وان انت تدير السيستم، تاخد منه باك اب وتعمل كل الاوبريشنز العاديه اللي كل يوم بتسمعها من اي حد في اي فيديو في اي مكان. انت سيستم ادمن، فانت السيستم ده مسؤوليتك كلها بالكامل. طب هو لما السيستم ده مسؤوليتك كده، يعني انت تفتكر ان في حد عاقل، في حد عاقل او حد طبيعي خالص عايش حياه عاديه زي البشر كده هيقعد يفتكر كل الاوامر اللي موجوده ديا بالاوبشنز اللي موجوده معاها كمان بالارجيومنتس اللي موجوده معاها بتاخدها ايه ولا شكل الامر اسمه ايه؟ في حد عاقل كده؟ يعني مفيش حد عاقل هيعمل حاجه زي كده، اكيد شخص يبقى مجنون. يعني احنا مش زي الناس بتوع سيسكو هيقعد يحفظ الاوامر وهو كده احفظ وابصم والزق الكلام، مفيش، هو السنتاكس بيتكتب كده يعني هو بيتكتب كده خلاص. مفيش عندنا حاجه اسمها احفظ يا ابني الكلام ده كله، انسى الكلام ده خالص. اللي يقول لك احفظ اي امر بالاوبشنز بتاعته دي، ده على طول طلع المسدس وضربه في راسه طلقتين وريح دماغك وريح البشريه منه. امال احنا هنعمل ايه؟ احنا اللي احنا هنعمله النهارده ان هنتعلم ازاي وانت موجود على سيستم كسيستم ادمن ازاي تساعد نفسك بنفسك، ازاي تساعد نفسك بنفسك. خلاص كده، طيب
يعني ايه ازاي تساعد نفسك بنفسك؟ يعني انت اتزنقت كده وانت بتكتب امر ومش عارف السنتاكس بتاع الامر ده ايه، او انت بتكتب امر وعارف السنتاكس بس مش عارف الارجيومنت ايه، او انت اصلا نسيت الامر نفسه كان اسمه ايه. تخيل يعني انا ممكن اكون نسيت الامر نفسه، طب هل ممكن السيستم كده يفكرني الامر كان اسمه ايه؟ هو ده دورنا النهارده، ان انا ازاي اساعدك دلوقتي ان انت ايه، ها، تساعد نفسك بنفسك. خلاص احنا خلاص كبرنا بقى، احنا بقينا في التراك التاني دلوقتي كلها، ممكن النهارده مثلا او بكره ونبدا في موضوع الاستورج. خلاص بقى احنا وصلنا لنص التراك التاني، يعني كلها كام يوم واتقال عليك جونيور سيستم ادمن. خلاص طيب، فايه عايزين نتعلم الحكايه دي النهارده، هنتكلم كده على اكتر من موضوع عندنا، ازاي تساعد نفسك بنفسك دي فيها اكتر من طريقه. تعالى كده نفتح الوورد بتاعنا ده، لا انت مش ادمن، انت مش عارف جاي تبع العزال كده، جاي مع العفش، عارف الناس اللي بتكبوا عربيات مع العفش كده في الارياف، تبقى جاي معانا كده. طيب بص يا سيدي، عشان تساعد نفسك بنفسك على على السيستم، الاول لازم تقرر تستخدم انهي طريقه. هو في كام طريقه عندنا؟ كتير ما تعدش، على الاقل مثلا 5 6 طرق تساعد نفسك بيهم، على الاقل على الاقل كحد ادنى 5 6 طرق تساعد نفسك بيهم. خلاص كده طيب، تعال نتكلم على اول واحده خالص. ده موضوعنا ازاي، موضوعنا الهلب النهارده، ده موضوع الموضوع الرئيسي. اول طريقه عندنا، طريقه رقم واحد، هنستخدم حاجه اسمها المان بيجز. خلاص المان دي كده اختصار لكلمه مانيوال، عارف مانيوال بيجز؟ اي حاجه بتجيبها في الدنيا، اي حاجه بتشتريها بتلاقي ليها مانيوال. يعني انت لما تروح تجيب تلفزيون هتلاقي له مانيوال، مش عارف روح تجيب ثلاجه هتلاقي ليها مانيوال. المانيوال ده اللي هو دليل الاستخدام، ازاي تستخدم الحاجه دي. خلاص وبتلاقي كاتب لك فيه كده زي ايه، ازاي طريقه تشغيلها، وازاي مش عارف ازاي توقفها، ومش عارف وتحذيرات كده ممنوع تشغلها بالشكل الفلاني والا هتبوظ معاك. خلاص اعتقد تقريبا كلنا قابلنا حاجه زي كده. فالمان بيج دي هي اول طريقه، اول طريقه نستخدمها عشان نساعد نفسنا مبدئيا قبل ما نتكلم على المان بيج، وقبل ما نفتحها، وقبل بص يعني ما نقول صباح الخير فيها. اي امر في الدنيا له صيغه محدده، او هقول لك على حاجه، 99% 99.9% من الاوامر اللي موجوده على السيستم ليها سينتاكس واحد ثابت، مفيش اي اختلاف فيه. خلاص كده الصيغه العامه لاي امر، الجنرال فورم بتاع اي امر، الجنرال فورم بتاع اي امر عباره عن ايه؟ بتتكتب كالاتي، الامر نفسه، وبعد كده ها الاوبشن بتاع الامر ده، وبعد كده الارجيومنت بتاع الامر ده. خلاص كده اي امر في الدنيا ايا كان هتبقى الصيغه العامه بتاعته بالشكل ده. وبالمناسبه من اول النهارده، اول ما اقول لك ان في علامه هاش في الاول، معناها ان انت هتنفذ الامر ده وانت ها وانت روت. لو قلت لك علامه دولار ساين معناها هي علامه دولار ساين، وبعد كده الامر معناها انت هتنفذه وانت يوزر عادي. خلاص يبقى تاني، لو جيت لك اي مره في المستقبل وحطيت لك هاش قبل الامر، معناها لازم تنفذه كروت، انت اوتوماتيك بقى القط دي، مش هتكتبها على التيرمينال. يعني الهاش دي والدولار ساين دي مش تكتبها على التيرمينال، بس دي ليك انت عشان تفهم ان انت اوتوماتيك اول ما تشوفهم خلاص يبقى هتنفذ الامر ده كيوزر عادي، وده هتنفذه كروت. خليك فاكر الحكايه دي، ماشي؟ طيب انسى دي بقى، احنا عرفنا ان دي لينا، الجزء ده كده لينا احنا عشان نفهم هنفذ الامر بأني صلاحيه. طيب الامر ده الامر نفسه زي مثال عليه، قلنا امر زي ال اس، الاوبشن زي داش ال، الارجيومنت مثلا سلاش تمب. لاحظ ان في مسافه بين الامر نفسه وما بين الاوبشن بتاعه وما بين الارجيومنت، دايما في مسافه بين الامر والاوبشن والارجيومنت. خلاص كده طيب، حاجه كمان، اي حاجه بين القوسين دول اوبشنال، يعني اختياريه، يعني ممكن تستخدمها او لا. خلاص كده يعني ايه؟ يعني انت ممكن تستخدم امر زي ال اس كده لوحده،
ما استخدمتش لا اوبشن ولا استخدمت ارجيومنت. ممكن تستخدم امر زي ال اس داش ال، خلاص كده اهو استخدمت الكوماند واستخدمت الاوبشن بس، لكن ما استخدمتش الارجيومنت. ممكن تستخدم الامر بالمنظر ده ال اس داش ال سلاش يو اس ار، اهو استخدمت الامر والاوبشن والارجيومنت التلاتة. يبقى اللي بين القوسين دول معناهم ان هما ايه؟ ان هما اوبشنال يعني اختياريين. وقلنا الاوبشن ده بيغير البيهيفير بتاع الكوماند، الاوبشن ده بيغير البيهيفير بتاع الكوماند. زي الامر اللي اسمه ال اس، ال اس بعرض لك الملفات تحت بعض، لكن ال اس داش ال ها كان بعرضهم كل ملف كده في سطر لوحده بالبرميشنز بتاعته، بالاونر هو مين، بالجروب هي مين، باللاست اكسس تايم هو ايه، فاكر؟ تمام كده. والارجيومنت دي معلومه للامر، معلومه للامر. في حاله الامر، الامر اللي اسمه ال اس المعلومه بتاعته كانت هيعمل ليست لايه، هيعمل ليست لاني مكان بالظبط، خلاص كده. طيب كلام جميل، طيب ممتاز جدا. يبقى دي كانت الصيغه العامه لاي امر. نمسح بقى الكلام ده، ما عدناش عايزينه في اي حاجه. شكرا. نرجع بقى لمين يا عم؟ لصاحبنا المان ده. نرجع لصاحبنا المان. طيب قال لك لو حبيت تستخدم المان قول له كده مان واسم اي امر يعجبك، مان كده وامر زي ال اس، مان وامر زي راوت، مان وزي وامر زي ان ام سي ال اي، فاكر؟ اهو تعالى كده جرب بسرعه. هتقول له كده مان ال اس مثلا، اهو المان هيبدأ يتعرض عندك، المان هيبدأ يتعرض. تعالى كده نظبط دي بقى بدل ما احنا عمالين نتعذب مع الشات ويندو دي. اه كده ممتاز جدا. بص لي كده يا سيدي، قال لك الامر بتاعنا اسمه ايه؟ ال اس واحد. ايه واحد دي؟ هقول لك دلوقتي حالا. ايه واحد دي؟ هقول لك حالا دلوقتي. اهو بص لي كده ال اس وبعد كده واحد بعد كده يوزر كومنتس. ايه يا عم الكلام ده؟ بص لي كده، عايز بس اقول لك على حاجه ونكون متفقين على حاجه. خلينا نكون متفقين بشكل منطقي جدا. تفتكر ان كل الاوامر زي بعض؟ تفتكر ان كل الاوامر زي بعض؟ مستحيل. بص المان نفسه هو بيتعمل، المان هو بيتعمل اصلا، ما عملوش المان ده بس للاوامر. ده انت عندك اوامر وعندك configuration files وعندك اوامر administrative، اوامر الادمن بس، مش كده وبس. ده انت عندك حاجات زي system call، فاكر مثلا كل ها كل كان بيعمل ايه؟ كان بيبعت signal صح؟ فاكر؟ فاكر لما عملنا list للsignals دي؟ فانت عندك حاجات كتيرة قوي. فالمان مش معمول بس للاوامر، مش كده وبس. ده انت عندك games موجودة على السيستم صح؟ كل الكلام ده المان هو بيتعمل اصلا، هو بتصمم. قال لك بس يا عم ده احنا نعمل المان ده تقريبا لاي حاجه، اي حد عايز اي مساعده خلي المان ده يديها له، سواء هو يوزر عادي فهيستخدم المان العادي، ولا هو ادمن هيستخدم المان الخاص بالادمن، ولا هو راجل بتاع العاب فهيستخدم المان الخاص بالالعاب، ولا هو راجل بتاع ديفلوبر ديفلوبمنت وشغال ديفلوبر هيعمل ايه؟ هديله المان الخاص بيه كديفلوبر. خلاص. فالمان من جوه اصلا نفسه متقسم كده لاجزاء، المان من جوه كده متقسم لاجزاء، خلاص كده. كل جزء منهم اسمه سيكشن، خلاص. الناس بتاع سولاريس كانوا بيسموه كمان شابتر، الناس القديمه قوي. فبغض النظر لقيت الاسم سيكشن او شابتر، انت فاهم اللعبه، اللي هو الجزء بتاع المان اللي بيوصف مجموعه الاوامر دي، او مجموعه الكونفيجريشن فايلز دي، او مجموعه الجيمز دي، او ايا كان بقى الجزء اللي هو بيوصفه. انت عندك اجزاء موجوده اكتر من جزء يعني، هوريهم لك دلوقتي حالا. يبقى المان هو بيتعمل اصلا في البدايه، عملوا فيه ايه؟ ها قسموه الاجزاء، كل جزء بيوصف مجموعه حاجات شبه بعض، عيله كده مع بعض، خلاص كده. طيب العيله دي ممكن تكون ايه؟ مجموعه اوامر مرتبطين ببعض، او اوامر خاصه بحد معين زي يوزرز كوماندز، زي ادمنستريتيف كوماندز، زي جيمز، زي كونفيجريشن فايلز وهكذا. طيب اديك مثال على كده، اديك مثال على كده.
بص لي كده مثلا يا سيدي، المال مثلا هو بتقسم، قال لك الشابتر رقم واحد ده هيكون لليوزر كومنتس، خلاص كده. الشابتر رقم خمسة ده للكونفيجريشن فايلز، خلاص. طيب مش عارف المان رقم 8 ده مش عارف للادمنستريتيف كومنز، وهكذا. طبعا انا مش حافظ الارقام دي، يعني انا مش هقعد احفظ الارقام دي كل رقم بتاع ايه بالظبط، ده كده يبقى جدال رسمي، خلاص. مش عارف المان مش عارف رقم كام ده بتاع السيستم كولز، وهكذا. طيب المشكلة دلوقتي بقى، انا واحد شغال سيستم ادمن، وفرضا بقى اول حاجة انا عايز المان بتاع شابتر رقم خمسة، انا عايز المان بتاع شابتر رقم خمسة، ها اجيبها ازاي؟ تعال امسح الجزء ده كده، قال لك بسيطة جدا يا عم، لما تيجي تستخدم المان قول له مان وبعد كده رقم الشابتر وبعد كده الامر اللي انت عايزه اهو. ايه خمسة دي؟ خلي بالك فينا مسافة. ايه خمسة دي؟ خمسة دي رقم الشابتر اللي انا بدور فيه دلوقتي، يبقى انا بدور في السكشن رقم كام؟ ها سكشن رقم خمسة او شابتر رقم خمسة. طيب قال لك طب انت عايز تجيب في شابتر رقم 8، قول له كده مان 8 وبعد كده باسورد. طب لو قلت له كده مان وبعد كده باسورد من غير اي حاجة، لو قلت له مان وباسورد من غير اي حاجة، قال لك لو انت ما حددتلوش رقم الشابتر اوتوماتيك هيديفولت باك لشابتر رقم كام؟ لشابتر رقم واحد. وصلت؟ يبقى لو انت ما حددتش رقم الشابتر اوتوماتيك هيروح شابتر رقم كام؟ من غير ما تقرب له، اوتوماتيك هيفهم ان انت عايز شابتر رقم واحد. لكن لو انت عايز ها تعرف رقم الشابتر، او اسف تستخدم شابتر معين، قول له رقم الشابتر، خلاص كده. طيب هديك مثال على كده، تعالى كده بص لي كده، فاكر الامر اللي اسمه باسورد؟ فاكر الامر ده؟ ها باسورد ده كان بيعمل ايه؟ باسورد ده كان بيعمل ايه؟ كان بيسمح لك تغير الباسورد بتاعتك او بتاعت يوزر تاني، فاكر؟ طيب كلام جميل، لو قلت له كده مان باسورد كده هيفترض ان انا عايز اروح لانهي شابتر؟ ها ما قلتلوش اي شابتر نمبر، اوتوماتيك هيفتكر او هيفهم ان انا عايز اروح شابتر رقم واحد، خلاص. بص لي كده شفت عمل ايه؟ قال لي باسورد واحد اهو، بص اوتوماتيك راح لشابتر رقم كام؟ راح لشابتر رقم واحد، وقال لي ده في انهي عيله دون؟ ها ده في اليوزر يوتيليتيز، خدت بالك؟ شايف؟ وضحت؟ طيب كلام جميل. طيب بص لي بقى كده، دلوقتي في عندي خازوق كبير اللي هو ايه؟ انا عندي مثلا كونفيجريشن فايل في اي تي سي اسمه اي تي سي باسورد، فاكر الملف ده؟ كات كده اي تي سي باسورد، ها فاكر الملف ده كان ايه اللي فيه؟ كان فيه معلومات المستخدمين، صح؟ زي اسم اليوزر واليوزر اي دي بتاعه والجروب اي دي والهوم دايركتوري بتاعته فين والترمينال بتاعه هو ايه؟ فاكر الكلام ده؟ يبقى انا دلوقتي عندي ملف وعندي امر اهو، ادي الامر اهو وادي الملف اهو. طيب الاثنين بنفس الاسم، شايف كده قدامك؟ الاثنين بنفس الاسم، ده اسمه باسورد وده اسمه باسورد، بس واحد فيهم عباره عن كوماند وواحد عباره عن كونفيجريشن فايل. طب لو انا عايز اجيب الكونفيجريشن فايل، قال لك الكونفيجريشن فايلز موجودين في شابتر رقم كام؟ شابتر رقم خمسة، تقول له كده مان خمسة باسورد. بص لي كده المرة دي هيعمل ايه؟ المرة دي راح رايح لمين؟ لباسورد خمسة، وقال لي ده عبارة عن ايه؟ باسورد ده دلوقتي عبارة عن ايه؟ ها؟ ده الباسورد فايل، وبص لي هو في انهي عيلة؟ خدت بالك؟ ها؟ تمام كده؟ تمام؟ طيب تاني بص كده، لما قلت له مان من غير اي حاجه اوتوماتيك راح لشابتر رقم كام؟ راح لشابتر رقم واحد.
وراح رايح على طول اليوزر يوتيليتيز وخلاص عرض لي الشابتر ده، بيقول لي الامر ليس باسورد ده بيابديت يوزرز اوثنتيكيشن توكنز. انما لما قلت له انا عايز اروح لشابتر رقم 5 راح بعتني مكان تاني خالص. شايف؟ طيب هو السؤال الاول، السؤال الاول هو انا مضطر او انا مطالب ان انا احفظ اسماء الشابترز؟ لا، انت ممكن تعمل كده مان مان، عايز المانيوال بيج بتاع الامر اللي اسمه مان نفسه. بص كده هتلاقي الاول بعرض لك ده موجود في شابتر رقم كام او سيكشن رقم كام، او سيكشن واحد مانيوال بيج يوتيليتيز، وبعد كده النيم بتاعه اهون اسمه مان وبيعمل ايه. شايف؟ مديك ديسكريبشن بسيط كده، وبعد كده بديك السنتاكس بتاعه بيتكتب ازاي. دي كول ده الامر اللي اسمه مان، وبعد كده ها الايه كل اللي ممكن تستخدمه معاه. لاحظ ان دايما اي حاجه ما بين قوسين مربعين معناها ان هي ايه، اي حاجه بين قوسين مربعين معناها ها اوبشنال، يعني اختياريه، ممكن تستخدمها او لا. استخدمتها خير وبركه، سبتها خير وبركه. بعد كده هتلاقي عرض لك بقى الامر ده وجايب لك الديسكريبشن بتاعه بيعمل كذا 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 بالتفصيل الممل اهو. بص لي بقى كده، ده اللي كنت بكلمك عليه، ده اللي كنت بكلمك عليه اهو. من في كام سيكشن عندك؟ قال لك عندك 9 سيكشنز موجودين، عندك 9 سيكشنز موجودين في المان. خلاص، سيكشن رقم واحد مثلا ها ده الاكسكيوتابل بروجرامز اور شيل كوماندز. سيكشن مثلا رقم 2 ده سيستم كولز. سيستم رقم 3 لايبراري كولز. سيستم وليكن مثلا او شاب سيكشن رقم 5 فايل فورماتس اند كونفنشنز. يبقى لو بتدور على كونفيجريشن فايل دايما هتدور في سيكشن رقم كام؟ ها دايما دايما خليك فاكر الحكايه دي، بما انك سيستم ادمن طالما بتتكلم على كونفيجريشن فايل يبقى هتروح لايه؟ لسيكشن رقم 5. طيب بص لي كده، الادمنستريتيف كوماندز يوجوالي اونلي باي روت، او يو او مكتوب عندك يوجوالي اونلي فور روت. شايف سيكشن رقم كام؟ رقم 8. لا، عندك سيكشن تاني موجود، يعني قول لي كده على سيكشن نفسك فيه. ده انت عندك سيكشن حتى للجيمز، عندك سيكشن لسبيشال فايلز. فاكر ديف راندوم وديفيو راندوم؟ ها فاكر يا سيدي؟ اهو واحد معانا لسه فاكر اهو، اهو انت عندك سيكشن عايز تختار سيكشن جديد. اختار لي كده سيكشن، شوف هتسميه ايه. طيب قول لي، ها اختار لي انت كده سيكشن جديد. طب خلاص، طالما مش عارف بدي تسأل سؤال زي ده ليه يعني. طيب يبقى دول السيكشنز اللي موجودين عندك. يبقى تاني بكرر، انت مش مطالب تحفظ ارقام السيكشن. المفروض تكون عارف مثلا ان ده سيكشن رقم واحد، او على الاقل على الاقل تكون عارف الثلاثة دول، سيكشن واحد وسيكشن 5 وسيكشن 8 اهم. دول من اهم الثلاثة اللي موجودين بالنسبة لك، واحد وخمسة وثمانية، لان معظم شغلك هيكون مع الثلاثة دول، معظم شغلك هيكون مع الثلاثة دول. مش مشكلة برضو يعني، ممكن تكون عارف بتاع السبيشال فايلز اللي هو سيكشن رقم 4 اهو، بس كبداية يعني مجرد بداية بالنسبة لك، واحد وخمسة وثمانية زي الفل قوي، لازم تكون عارفهم. تمام ماشي. خلي بالك المان مش متصمم للسيرفرات بس، المان ده مش متصمم للسيرفرات بس، انت لو عندك ورك ستيشن او عندك ديسك توب ماشين هيكون عليها جيمز. هو هيصمم لك مان للسيرفرات ومان للديسك توب، هو مان واحد بس اللي هيعمله. خلاص كده؟ طيب كلام جميل. بتسأل اسئلة عشوائية ما شاء الله عليك، يعني سبحان الله، والله انا في حياتي ما شفتش حد بيحاول يخترع اسئلة عشوائية زيك. فعلا دي شهادة لازم اشهدها لك. طيب نرجع تاني لموضوعنا كده. يبقى انا قلت له كده مان واسم اي امر زي باسورد كده اهو، مان وباسورد. تعالى كده يا سيدي، تعالى كده ايه نشوف كده امر زي الامر اللي اسمه باسورد ده. قال لك باسورد وده في سيكشن رقم كام؟ سيكشن رقم واحد. هتلاقي عرض لك الاسم بتاعه اهو، بعد كده السنتاكس بتاعه بيتكتب ازاي،
بعد كده الديسكريبشن بتاعه هو بالكامل، تمام كده. بعد كده الاوبشنز اللي موجودة معاه، بعد كده الاوبشنز اللي موجودة معاه، كل دي اوبشنز، شايف؟ شايف؟ تمام كده؟ دايما خليك فاكر، هتلاقي برضك عندك كده حاجة في الآخر، هتلاقي قايل لك إيه؟ المان بيج دي اتعمل لها آخر مرة، اتعمل لها أبديت إمتى؟ المان بيج دي آخر مرة اتعمل لها أبديت إمتى؟ مين كمان؟ هتلاقي موجود كمان الأوثر بتاع المان بيج دي، مين اللي كتب المان بيج دي؟ مين اللي كتب المان بيج دي؟ أهو، خلاص؟ شايف؟ دايما هتلاقي كمان عندك جزء لو في باجز ولا حاجة هتلاقيه قايل لك ها خلي بالك في مشكلة في الحتة الفلانية، تمام كده؟ حاجة كمان سي اولسو دي ساعات هتفيدك قوي، هيقول لك على حاجات مشابهة له او حاجات شبه اللي هو او شبه الامر ده، يعني ممكن تكون بتدور على امر ويقول لك خلي بالك من الامر ده، في امر كده ابن عم ممكن تبص عليه كمان، وهنيجي للامثله دي ان شاء الله كمان كلها يوم او اتنين وهنيجي للامثله دي. طيب في بعض الاوامر هتلاقي ليها اكزامبلز، مش كده وبس، ده كونفيجريشن فايلز كمان هتلاقي ليها اكزامبلز، هتلاقي عندك سيكشن تحت كده اسمه اكزامبلز، ودي هنجيلها يا النهارده يا بكره وهنجربها. فالاكزامبلز دي هتفيدني جدا في حالة إن أنا إيه؟ أنا مثلا بكتب أمر والسنتاكس بتاعه يا عم شكله يخض شوية في الأول بالنسبة لي، ممكن أنزل تحت خالص للمان وأروح للإكزامبلز وأبدأ أبص عليها وأكتب زيها بالظبط، ده هيفيدك جدا، ماشي كده؟ وهوريك مثال كده، عندك أمر مثلا مان كده اسمه إم دي آدم، تعالى كده أمر موجود أهو، بص كده اهو 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 اطلع كده الحمد لله اهو، ده امر اهو كمثال، بص كده الاكزامبلز بتاعته اهي، الاكزامبلز بتاعته اهي، شايف اهو، شايف يا شايف الدلع، ها مدلعك اهو، ماشي كده. يبقى في بعض الاوامر اللي هتلاقي شكلها كبير قوي، يعني بص لما نكتب امر زي ده تلاقي نفسك اتخضيت، ايه يا عم الامر ده كبير قوي ليه كده؟ بالنسبه لك ده الوقت كبير، فايه ممكن تفتح المان بيج بتاعته، بص على الاكزامبلز، شوف بتتكتب ازاي وابدا اكتب زيها لحد ما تمشي ايدك في الموضوع، ماشي كده. ها الاكزامبلز دي هتبقى مفيده جدا، خلاص. هتلاقي عندك كمان سي اولسو مثلا لو في اي ريفرنس كمان ممكن هتلاقي قال لك عليه، الريفرنس ده ممكن يكون امر، تمام كده، وممكن يكون ايه ويب بيج زي الحاله بتاعتنا دي، شايف الحاله بتاعتنا دي، ها مديك ريفرنس للويب بيج بتاع الريد على كيرن.org، خلاص كده، ها وضحت. حد عنده اي مشكلة؟ طيب كلام جميل، يبقى كده عرفنا ان في حاجة اسمها المان، وان المان ده متقسم لاجزاء وكل جزء مسؤول عن شوية اوامر او كونفيجريشن فايلز او مسؤول عن عيلة كاملة بكل بساطة، خلاص. العيلة دي ممكن تكون شوية اوامر او جيمز او سيستم كولز او لايبراري كولز او ايا كان، خلاص كده. لما تحب تنده امر من عيلة معينة هتنده عليه وتقول له انت من العيلة رقم كام، خلاص. طيب حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ طيب بص لي كده امر مثلا بسيط جدا زي ال اس الامر الاهبل ده، تفتكر ان في حد عاقل، يعني تفتكر ان في حد عاقل ممكن يقعد يحفظ الاوامر دي؟ بص كده لو بتدور دلوقتي على امر، فاكر ال اس داش ايه كان بيعمل ايه؟ فاكر؟ ها ال اس داش ايه، ال اس داش ايه، ال اس الوحيده داش ال بيعرض لك الملفات، طب ال اس داش ايه
اهون هتلاقيه عرض لك ملفات بتبدأ بدوت. فاكر لما كنت بقول لك الملفات اللي هيدن دايما بتبدأ بدوت؟ طب لو عايز، ما كنتش عارف الاوبشن ده، لو انت ما كنتش عارف الاوبشن ده كنت ممكن تروح للمان بيج وتدور على مين، ها، ايه اللي بيبدأ بدوت او ايه اللي بيعرض الحاجات اللي بتبدأ بدوت. اهو شايف، هتلاقي فيه كل اوبشن ومعاه الديسكريبشن بتاعه. بالمناسبة داش ايه بعد كده كوما داش داش اول، معناها ممكن تستخدم داش ايه او داش داش اول، ده او ده، يعني ده ينفع وده ينفع. ها في مشكلة كده؟ تفتكر ان كان في حد عاقل ممكن يقعد يحفظ الاوبشنز دي كلها؟ تخيل ده بس في الامر اللي اسمه ال اس، ده انت ممكن تقعد تحضر فيه دكتوراه يعني. شايف؟ اتفرج يا عم، كتير جدا يعني، كتير جدا، كمية اوبشنز كتيرة جدا. خلاص، ها حد عنده اي مشكلة؟ حد عنده اي مشكلة لحد دلوقتي؟ طيب جميل، يبقى دلوقتي لو عندك اي امر، لو عندك اي امر، ها تعرف تفتح المانو وتبص عليه، تشوف الاوبشنز اللي موجودة معاه ايه، والسنتاكس بتاع الامر ده ايه، ولو في اكزامبلز ممكن تجيبها ازاي. ها اعتقد الموضوع واضح جدا وبسيط يعني، مش في اي اختراع. طيب الحاجة بقى اللي عايزين نقولها، ان فرضا فرضا ان انا عارف الامر بيعمل ايه بس مش عارف الامر نفسه اسمه ايه، انا عارف الامر بيعمل ايه بس مش عارف الامر نفسه اسمه ايه. ها وده خازوق كلنا بنلبس فيه ساعات يعني. انا عمري، انا عايز اقول لك ان انا خدت ريد هات اركتكت، واركتكت ليفل 4 كمان، وفاضل لي امتحان واحد، امتحانين اتنين كمان، وابقى كلاود اركتكت يعني، هبقى داتا سنتر اركتكت وكلاود اركتكت الاتنين بعد امتحانين ان شاء الله. كل ده وقسما بالله ان انا عمري ما حفظت تقريبا امر، عمري ما حفظت امر لحد النهارده، ما حصلش ان انا في مره كده حاولت ان انا احفظ امر، اقسم لك بالله كمان، صدق او لا براحتك. اللي انا ببقى عارفه ده من كتر ما استخدمته، خلاص من كتر ما استخدمته، بس انا ما حاولش حتى احفظ امر كده حفظ، ده كلام هبل، ده واحد مجنون اللي يقولك الكلام ده. طيب دلوقتي انا عندي امر عارف ان هو بيتعامل مثلا مع الريد او مع اللوجيكال فوليوم، بس انا مش عارف الامر اسمه ايه يا عم، انا مش عارف الامر اسمه ايه. بنستخدم حاجه كده زي مان داش كي، كي معناها سيرش، وهسيرش مثلا على كلمه زي ديت، انا عايز الامر اللي بيعرض لي التاريخ، هتلاقيه عرض لك كميه حاجات كتيره جدا اهو، كل الاوامر دي. شايف قد ايه ما شاء الله يعني، كل الاوامر دي فيها كلمه ديت في الديسكريبشن بتاعها. شايف؟ وهتلاقي عرض لك كل امر او كل مان بيج بقى بمعنى ادق، وهي موجوده في سيكشن رقم كام، وبعد كده ها ديسكريبشن بسيط قوي كده عنها، فاليديت ومش عارف بيعمل ايه كده الديت. طب فين الامر اللي بيعرض للديت؟ بص لي كده، شايف؟ هو ده اللي انا عايزه؟ اه شكله هو، ساعتها ممكن تستخدمه بقى. ها وصلت؟ طيب تعالى كده، مان داش كي ريد، مين اللي بيتعامل مع الريد يا عم اللي احنا هنستخدمه؟ ها مين الامر اللي بيسمح لي ان انا مانج الريد؟ من الامر اللي بيسمح لي ان انا اعمل مانج للريد؟ طالما في شابتر 5 معناها ان هو ايه؟ معناها كونفيجريشن فايل، يبقى خلاص، يبقى اكيد ده مش امر انساه. طيب هل ينفع ده؟ وفي كمان واحد تحته هو، شايف؟ يبقى الامر اللي انا كنت عايزه ايه؟ ام دي اد، ممكن اجي كده واقول له مان 8 ام دي اد، اهو هو ده، اه شكله هو، شكله هو. خلاص ساعتها ممكن تبدا بقى تدور كده وتبص في الاوبشنز وتبص على الاكزامبل وتتاكد ان هو اللي انت كنت عايزه. ايوه خلاص زي الفل كده، يبقى ممكن سيرش على، ها ممكن سيرش على حاجه انت عارف الفانكشن بتاعتها بس مش، او مش فاكر اسمها كان ايه هي. ايوه طيب في حاجه كمان كده ممكن تقول له مان داش كي كابيتال،
للأمر. مثلا ريد، شايف؟ عارف بيعمل ايه؟ عارف بيعمل ايه؟ عارف بيعمل ايه؟ ها؟ بيعرض لك النتائج واحدة بواحدة تبص عليها، ولما تخلص اضغط كيو عشان تخرج، كيو عشان تعمل كويت. اهون، شايف؟ وصلت؟ خدت بالك؟ وبيقول لك هنا كنترول سي عشان تعمل ايه؟ تخرج خالص. كنترول دي عشان تعمل سكيب. ها، هل الامر ده اللي انت عايزه؟ شايف بيقول لك اسم الامر، هو ده؟ لا لا مش هو. طيب اللي بعده، كنترول دي، لا اللي بعده، اهو اللي بعده. ها، وصلت؟ كنترول سي كده عشان اخرج خلاص. يبقى داش كي، داش كي سمول كان بيعمل ايه؟ داش كي سمول بيعرض لك كل النتائج تحت بعض. مثلا لقى 20 نتيجة، هيعرض لك ال 20 نتيجة تحت بعض كل واحدة في سطر كده، وانت تدور بنفسك. انما داش كي كابيتال، ها، بيجيب النتائج واحدة واحدة وبعد التانية اهون، ويقول لك اللي جاية دي ايه. عايز تفتحها؟ لو عايز تفتحها اضغط انتر. لو عايز تعمل سكيب اضغط كنترول دي. لو عايز تخرج خالص ما انتش عايز تكمل كنترول سي. بص كنترول دي عمال اهو، لا لا الامر ده بيرل ايه يا عم؟ لا لا اكيد مش بيرل. طب بيرل ستايل؟ لا اكيد مش هو ده. انا بدور على حاجة للريد، عايز امانج الريد مثلا اهو. هل هو سي جي ديسك؟ لا لا لا. طب كريبت سيت اب؟ لا. بص دي ام ريد كان ممكن يكون ده، ممكن افتحه. شايف بضغط كنترول دي، كنترول دي بيسكيب للي بعده. هل هو ده شكله الامر ده؟ اضغط انتر هيعرضه لك. افضل اتفرج براحتك. لو ضغطت كيو بيخرج ويجيب لك اللي بعده على طول. لو ضغطت انتر بيعرضه اهو. كنترول دي خرج، اسف، كيو، كنترول دي بيكمل اللي بعده، كنترول سي بيخرج خالص. وصلت؟ ها، واضحة الحتة دي؟ طيب كلام جميل. ايه كمان يا سيدي ممكن نقوله عن المان؟ ايه كمان ممكن نقوله عن المان؟ ايوه حلو قوي. تعرف تحكي ده مان مثلا؟ الامر اللي اسمه ان ام سي ال اي، فاكر ان ام سي ال اي؟ ان ام سي ال اي فاكره؟ كان بيعمل ايه الامر ده؟ بيخليك تمانج الايه؟ النتورك مانجر سيرفيس. شايف؟ اهو بيقول لك الامر ده موجود في سيكشن رقم كام؟ سيكشن رقم واحد، زي الفل. طيب موجود في الجنرال كوماندز مانيوال، وده عبارة عن ايه؟ برضو موجود اهو، بيعرض لك اللي هنا هو نفسه اللي هنا، رقم السكشن، بعد كده اسم الامر ده، وبسرعة كده بيقول لك هو بيعمل ايه، بعد كده السنتاكس بتاعه هو ده، السنتاكس بتاعه، بعد كده الديسكريبشن اهو، خلاص تمام كده. بعد كده قال لك الاوبشنز بتاعته والديسكريبشن، كمان تلاقي لك ايه؟ ان ده ممكن يستخدم في ايه؟ في السكريبتس، ويستخدم على السيرفرز والهيدلس ماشينز والتيرمينالز، تمام كده. طيب الاوبشنز بتاعته كمان ايه بالتفصيل ممل. طب بص لي كده، هو الملف ده فيه كام صفحه؟ بص انا عمال انزل، انا عمال اضغط مسطره، بالمناسبه انا عمال اضغط مسطره. بص ال ان ام سي ال اي فيه مثلا بتاع 20 30 40 صفحه، ما شاء الله، يعني كتير جدا جدا جدا، صح؟ طيب
انا عايز اطلع، انا نزلت للاخر خالص، انا نزلت لاخر صفحة خالص ماشي كده، عايز اطلع لاول صف، لاول الصفحة فوق خالص، عايز اطلع لاول المان بيج دي فوق، قال لك اضغط جي سمول، جي سمول هيوديك لاول صفحة فوق خالص، جي سمول هيوديك لاول المان بيج دي. طيب عايز تنزل لاخرها خالص اضغط كابيتال جي، كابيتال جي هيعمل ايه؟ ها هيوديك للصفحة دي في الاخر خالص تحت ماشي كده. تاني تاني، جي سمول هيوديك لاول الصفحة فوق خالص، جي كابيتال هيوديك في الاخر خالص اهي. طب عايز تنزل صفحة كاملة اضغط مسطرة ماشي كده. طيب حاجة كمان، لو عايز تسيرش على كلمة، فاكر في الفيم كنت بتسيرش على كلمة ازاي؟ لو عايز تعمل سيرش على كلمة زي الفيم بالظبط، زي الفيم بالظبط سلاش، وقول له الكلمة اللي عايز تعمل سيرش عليها، تيم مثلا، عايز اسيرش على كلمة زي التيم، بص كده هتلاقيه عمل لك ايه؟ عمل لك هايلايت للكلمة دي، شايف؟ اوتوماتيك عمل لها هايلايت، وخلى الكيرزر ينط عليها على طول مباشرة، خلى الكيرزر ينط عليها على طول مباشرة. طب بص كده، طب عايز تروح للنكست ريزلت، النتيجة اللي بعدها ان سمول، سمول ان هيا بيروح للناتج اللي بعده، شايف؟ لحد ما في الاخر خالص هيقول لك ها الباترن نوت فاوند، معناها ان انا وصلت للاخر وما عدتش لاقي اي حاجه من اللي انت بتدور عليها دي. طب لو عايز تروح للبريفيوس ريزلت، ان كابيتال، ان كابيتال هيبدا يطلعك في النتائج فوق خالص ماشي تمام كده. يبقى تاني تاني، لو دي المان بيج بتاعتك اهي، لو دي المان بيج خلاص، جي سمول هيوديك فين؟ هيطلعك في اول الصفحة. طيب جي كابيتال هيعمل ايه؟ هينزلك في الاخر خالص خلاص. طب سلاش عشان تعمل سيرش، سلاش وبعد كده الكي وورد، هيدور على الكي وورد دي، لو قلت له سلاش صباح الخير هيدور على صباح الخير خلاص كده. طب لو لقى الكلمة دي موجودة هنا هيخلي الكيرزر ينط هنا يقف في المكان ده. طب عايز تجيب الناتج اللي بعدها، فرضا كان في ناتج هنا وفي ناتج هنا وفي ناتج هنا، لو عايز تجيب الناتج اللي بعدها اضغط ان سمول هيروح هيوديك هنا، ان سمول كمان هينزلك كمان مرة، ان سمول كمان هينزلك هنا، ما عادش لاقي، ما عادش لاقي اي نتائج، هيقول لك خلاص باترن نوت فاوند. طب انت بقيت هنا اخر مرة عايز تطلع النتيجة اللي قبلها، ان كابيتال هيطلعك يرجعك مرة تانية للي قبلها، ان كابيتال كمان مرة هيرجعك اللي قبلها، ان كابيتال هيرجعك اللي قبلها، ان كابيتال كمان مرة هيقول لك برضو ايه الباترن نوت فاوند، ما عادش لاقي حاجة. وضحت الحتة دي؟ ها حد عنده اي مشكلة كده؟ ممتاز. طيب عشان تخرج اصلا من المان بيج دي ممكن تضغط كيو، كيو عشان تخرج من المان بيج دي، كيو بيعمل كويت، كيو بيعمل كويت خلاص. افتح تاني كده، تعال مثلا ندور على حاجة زي وليكن بريدج اهو، شايف؟ خلاص ما عادش لاقي اي نتيجة. طب ان كابيتال بيطلع الناتج اللي قبله اهو. طيب جي بيطلع لاول الصفحة، جي كابيتال بينزل الاخر خالص. طيب كيو بيعمل كوت. ها اعتقد يعني ان احنا اشتغلنا مع المان، واعتقد كده الحمد لله، الحمد لله كل حاجة زي تمام فيه وزي الفل. طيب ها حد عنده اي مشكلة مع المان؟ طيب مش عايز اوصيك بقى، لو عايز اي حاجة مع المان اعمل ايه؟ مان مان فاكر؟ خلاص بقى ما عندش بقى كل شوية تيجي تسألني خلاص كده. اعتقد الموضوع دلوقتي واضح ماشي، اعتقد الموضوع واضح دلوقتي تمام. افتح بقى المان واقعد اقرا فيه براحتك، ربنا يديك الصحة بقى. ها حد عنده اي مشكلة؟
حد عنده اي مشكلة؟ متأكدين؟ طيب كلام جميل حلو، تعال ناخد بريك كده 5 دقايق ونرجع ايه، ونرجع نكمل بقية الهلب بتاعنا. ناخد بريك 5 دقايق ونكمل الهلب بتاعنا، تمام؟ طيب.